أعضاء المؤتمر الوطني العام الداعمين للاتفاق السياسي، أعضاء مجلس الدولة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي، متابعة للاجتماعات التشاورية لأعضاء المؤتمر الوطني العام الداعمين للحوار أعضاء مجلس الدولة وفق الاتفاق، عقد اليوم الأربعاء 22 جماد الأول 1437 الموافق 2/3/2016 بطرابلس الاجتماع التشاوري الثالث بحضور 53 عضوا، وذلك في مساعيهم لحلحلة الوضع السياسي والترتيبات اللازمة والضرورية لوضع الاتفاق السياسي موضع التنفيذ. وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي: 1. نؤكد لشعبنا الكريم بأننا عازمون على إنهاء الأزمة وحالة الصراع والانقسام وإنجاح مشروع التوافق، وندعو الشعب الليبي إلى رص الصفوف وتضميد الجراح من أجل هدف أسمى، ألا وهو وحدة الوطن. 2. ندعو المجتمع الدولي إلى دعم إرادة شعبنا الحر الكريم لتحقيق بناء الدولة المستقرة من خلال دعم الخطوات الرامية لتنفيذ الاتفاق السياسي وتجاوز الإجراءات الشكلية التي نرى أن لا ضرورة لها في ظل الأوضاع الاستثنائية والحرجة التي تمر بها بلادنا. 3. نؤكد دعمنا لمباشرة حكومة الوفاق الوطني لعملها من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الأجال. 4. ندعو كافة الدول الداعمة للاتفاق وتحقيق الاستقرار في ليبيا بضرورة ممارسة ضغوط فاعلة لوضع حد للتدخلات السافرة لبعض الدول والقوى الإقليمية الداعمة لأحد أطراف الصراع المسلح. 5. نؤكد أن كل المحاولات الرامية لإفشال استمرارنا في دعم الاتفاق لن تثنينا عن موقفنا لتحقيق الوفاق والاستقرار. 6. ندعو كافة زملائنا بالمؤتمر الوطني العام إلى توحيد الكلمة ورأب الصدع لإنقاذ الوطن. 7. كما نناشد كافة أبناء الشعب الليبي وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والنخب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية ودعم كل جهود المصالحة والتوافق الوطني والتصدي لمحاولات بعض الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي والسعين لإطالة أمد الأزمة والمعاناة. حفظ الله ليبيا دولة واحدة.